يعني اجمل وجه مثلا، ولكن فايلر برضو يحسب له ان هو ما بين الشوطين دفع بكهربا ودفع باحمد الشيخ وحول طريقه اللعب من 4 2 3 1 وخرج محمد مجدي قفشه وحولها الى 4 4 2 بنزول اجاي جنب مروان وكهربا ناحيه الشمال وجرالدو هنا، ادت نوعا ما نوع من التغييرات والتحسن في المباراه. يمكن برضو في نقطه مهمه جدا ما ينفعش ننساها، النهارده النادي الاهلي اتلغى ليه هدف صحيح 100% 100% بداعي التسلل، يعني احنا معانا الصوره بتاعتها، ورينا صورتها يا زياد اهي دي حضرتك. بص دي ده الصوره اهي، بص مروان محسن الكره اتلعبت من ايمن اشرف، ايمن اشرف لمروان، كان ما كانت في اثنين ورا مغطيين مروان، فماذا لو كان الهدف ده جه جول؟ يعني كانت النتيجه برضه هتبقى 2-1. احنا طبعا مش بنقول ان ده السبب الاساسي، ولكن برضه ممكن في اداء ما تكونش مقدم اداء كبير ولكن تكسب. ودي ميزه شخصيه الفرق الكبيره، ان انت ممكن ما تكونش اداءك كبير ولكن تكسب. ولكن برضه النادي الاهلي اتظلم تحكيميا في اللعبه دي، اللعبه ديت هدف صحيح 100% لمروان محسن، الحكم لغاه ابداع التسلل، ما ينفعش برضه ننساه، دي حاجه مهمه جدا. بالنسبه بقى لارقام المباراه بصفه عامه هنبص